بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم الملاكات الهندسية والفنية لدائرة تنفيذ أعمال كر الأنهر إدارة موقع الناصرية إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بمجموعة من الأعمال ضمن خطتها لعام 2019، بحيث تنقسم هذه الأعمال إلى قسمين حسب الدائرة المستفيدة. الأعمال التي يتم تنفيذها وبالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في ذي قار هي كري نهر الحفار باتجاه سوق الشيوخ، استخدام الكراءات تخصص الكراء الأقصى والكراء نورم روك سوق الشيوخ، بالإضافة إلى آليات الساندة لها، حيث بلغت الكمية المنجزة لغاية الآن 50,000 متر مكعب، بالإضافة إلى كري نهر الفرات في قضاء تشبايش باستخدام الكراء الإيطالية لارسا والحفارات الساندة إليها من الحفارات البرمائية، بلغت الكمية التخمينية لغاية تاريخها 55,000 متر مكعب. الغاية من هذه الأعمال هي إيصال المياه إلى الأنهر الفرعية وإزالة الترسبات الطينية. كذلك توجد لدينا أعمال في قضاء الشطرة، هي تعلية استدار مؤخر ناظم البدعة ضمن قاطعين، قاطع الشطرة وقاطع الدواية، وكذلك تطهير نهر النعومية في ناحية النصر. هذا فيما يخص أعمال محافظة ذي قار لهذا العام بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في ذي قار. كذلك أعمالنا بالتنسيق مع مركز إنعاش الأهوار فرع ذي قار هي إزالة الترسبات الطينية والأعشاب والنباتات المائية من أيمن نهر الفرات داخل سوق الشيوخ بكمية تخمينية 10,000 متر طول، حيث بلغت نسبة الإنجاز لغاية تاريخه 61%، أي بكمية منجزة 6,100 متر طول. كذلك أعمالنا داخل قضاء تشبايش هي تعلية سداد الأنهر الرئيسية في قضاء تشبايش بكمية تخمينية 13,600 متر طول، حيث بلغت نسبة الإنجاز لغاية تاريخه 22 إلى 23% تقريبا. الهدف من تعلية السداد هي لحماية المناطق الزراعية والأراضي السكنية من ارتفاع مناسيب المياه في مواسم الفيضان. كذلك تطهير نهر الفضلية داخل سوق الشيوخ باستخدام الحفارات المسرفة، بالإضافة إلى عملنا داخل قضاء تشبايش ضمن ناحية المنار باتجاه قضاء تشبايش بكمية تخمينية بلغت 10,000 متر طول. المهندس علي حاتم محسن نجيب، دائرة تنفيذ أعمال كر الأنهر إدارة موقع الناصرية.